السلام عليكم جميعا وليداتي تاع السنه الرابعه متوسط. اليوم انا في ماده اللغه الانجليزيه راح نحولوا الاي دي كارد اللي خدمناها مع بعض في الفيديو السابق، نحولوها اليوم الى السيتويشن اوف انتجريشن يعني ا باراجراف. سو تبع معايا لا برونونسياسيون والتركيب الى اخره. ويليام شيكسبير، ما تقولوش شي قولوا شاي شيكسبير. اوكي سو ويليام شيكسبير ويز ماشي واز، ويز ان outstanding figure، شخصية خالدة in the English. قرأوا لي تشوفوا هذه بزاف قالوا literature، ما نقراهاش literature نقراها literature in the English literature. He was born، مرة أخرى ما نقولوش he was نقولو he was. He was born in April 23rd 1564. okay استعملنا on لأنه عندنا التاريخ الكامل. وين زاد؟ Where was he born؟ He was born in Stratford upon Avon in England. He was a great poet، شاعر عظيم. Playwright يعني كاتب مسرحي يكتب المسرحيات. And actor يعني ممثل. He created his own، شوفوا ما قلت his قلت his، he created his own. هنا تدخل الليزان كما نقولوا في الفرنسي. He created his own theater which ماشي هو لو كان هنا عندنا انسان، احنا عندنا مكان اذا نسمو which هذا شيء مسرح، which he named Globe Theater. William Shakespeare died on April 26th okay 6th 1616 in his birth town، ماشي in his birth town، in his birth town يعني مدينة ميلاده، نفس المدينة اللي زاد فيها اللي هي Stratford upon Avon مسقط رأسه. نحسبوا له عمره، هما ما قالوا لناش بصح حنا نحسبوها باش نربحوا جملة، نقولوا 1616 ناقص تاريخ الميلاد اللي هي 1564 طحنا 52 سنة، استعملوها في جملة مفيدة. صافي واش نقول؟ at the age of ماشي of هذه of قريتها في سنة ثالثة، at the age of 52 ولكنه نديرو خاتمة ما ماتش ولن يموت زعما في عالم المسرحيات والأشعار. أوكي but he will never die هذا الانفينيتيف هو الباست تاعو died. He will never die in the world في عالم of plays and poems. فوالا مقدمة العرض والخاتمة، نتوما تبعوا مليح لا برونونسياسيون علاش نأكد لكم عليها باش كي تقول لك الأستاذة قرا لي تقرا لها بالقنا والشان بالطبع كما يقولوا القليعيين. اوكي تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.